الناس على التيك توك اتجننت خلاص اتجننت وترند باس روم باد ووردز تعالى ده في بلاوي ازيكم يا جماعه عاملين ايه والنهارده بلوى غريبه عجيبه مريبه اقسم بالله مريبه انا ما شفتش بني ادمين في الحياه كده مستحيل يكونوا بني ادمين اصلا مؤخرا وانا بقلب كده على التيك توك فلقيت الناس كلها طالعه في ترند جديد اسمه باس روم باد ووردز الله ايه يا جماعه باس روم باد ووردز ده يعني ده بيعمل ايه ده يعني وقلب يا جماعه واتفرج الاقي ناس انا اسف يا جماعه والله بس انا يعني انا بقول الالفاظ دي لان انا خلاص انا من اللي شفته مش قادر استحمل والله ما قادر استحمل لازم اطلع اتكلم المهم يا جماعه قبل ما ابدا يا جماعه بعد اذنكم كله يعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده علشان نرجع نكمل بقى ونطلع نقول بلاوي 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 والترند يا جماعه مقسوم لقسمين قسم من مصر وقسم من ايجيبت ايوه اللي من ايجيبت اللي هم بيتكلموا انجليش ومامي وبابي وات كان اي دو وات كان اي سي وات كان هيو ده انجليزي دي يا مرسي لا مال ده يا مرسي فيومي فيومي ايه انجليزي وبتوع مصر طالعين بيتكلموا كده ويقولوا الفاظ ويقبحوا ويقولوا حاجات مش حلوه المهم يا جماعه الاقي الترند عباره عن ايه شوفوا الناس اتجننت ازاي عباره عن ان الاب او الام بيفتح كاميرا الموبايل ويحطها في الحمام ها في الحمام ويخلي الطفل ابنه او بنته او ابنها او بنتها يدخلوا الحمام قدام الكاميرا ويقولوا باد ووردز يعني يقولوا كلام وحش اي كلام في النفسيه وحش يطلعوا يقولوه كده قدام الكاميرا طبعا ده شيء يؤدي الى التخلف العقلي والجنون والله العظيم جنون مفيش بني ادم كده واتفرج يا جماعه الاقي الاطفال تقول كلام غريب كلام مريب وبتوع ايجيبت طبعا طالعين ها يلا يا لولي now you can say any bad words you want and was dreaming by my mom's dreaming okay okay baby okay mommy يا سلام لا ايه ده ده رقي ده دول هاي كلاس مش من ايجيبت بقى من ايجيبت مش من مصر فبيتكلموا انجلش كده علشان يبينوا ان هم هاي كلاس والاطفال يا جماعه تطلع في الحمام الام او الاب يسيبوهم في الحمام ويقفلوا الباب ويقولوا لهم قولوا اي كلام وحش يا سلام ايه التربيه دي ده اسلوب تربيه جديد احنا ما نعرفوش في الحمام طب ليه في الحمام احنا بنقلد وخلاص احنا كبني ادمين احنا بنقلد وخلاص من غير ما نفكر من غير ما نستوعب احنا بنعمل ايه مفيش ولكن احنا همنا ايه قولوا ايوه الريتش ايوه يا جماعه كل الناس همها الريتش والفيوز مش الفلوس لا الفيوز هم عايزين مشاهدات ايه ده الترند ده جايب مشاهدات طب ما يلا نعمله هنعمله في مين في ولادنا يا جماعه ده في الحمام ده يتلبس والله العظيم يتلبس انا سمعت قصه ما اعرفش حقيقيه ولا خياليه ان في طفله مامتها عملت معاها التحدي ده انها تدخل الحمام وتقول الباد ووردز الكلام الوحش في الحمام وقفلت الباب وبعد شويه جت تفتح الباب البنت اتخضت اغمى عليها معرفش بعد كده ايه اللي حصل معرفش اذا كانت القصه دي حقيقيه ولا مش حقيقيه يا جماعه لو حد سمع عنها يكتب لي في الكومنتات يقول لي اذا كانت حقيقيه ولا مش حقيقيه ولكن الناس وصلوا لمرحله جنون المشاهدات جنون الفيوز جنون الترند مش هدخلهم حمام بموبايل بكاميرا وهم يعني العيال لا حول ولا قوه لهم مش فاهمين هو في ايه مش فاهمين هم شايفين موبايل قدامهم محطوط وقاعدين بيقولوا كلام وحش لا وفي واحد يا جماعه من بتوع مصر بقى جاب ابنه الصغير قال له بص يا حبيبي انا هحط لك الموبايل هنا في الحمام ماشي واي كلمه وحشه اطلع اقولها اطلع بص انا عايزك تقول كل اللي جواك ده الترند بتاع الحمام يا باشا بص انا هقفل عليك ها وانت تلبس وانت قول اللي انت عايزه اي كلمه وحشه جواك قولها يلا فتتفرج على الفيديو عباره عن ايه طبعا يعني هو الراجل مشكورا انه رفع الفيديو اصلا الفيديو كله عباره عن تي 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 الفيديو كله الواد يا عيني كان مكبوت طلع قال شتايم وقال الفاظ وقال حاجات ما تتقالش فالفيديو كله بقى تي 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 يا جماعه ركزوا انتوا بتعملوا ايه حرام عليكم والله ابوس ايديكم عايز تعمل حاجه انت كبني ادم كبير وعاقل عاقل مين مش عاقل طبعا اعمل انت ما تخليش ولادك يعملوا الهبل والتخلف ده هبل وتخلف اقسم بالله تاذيهم نفسيا اصلا وانت فاكر ان انت او انت لما ابنك يطلع يقول كلام وحش وتطلعيه قدام ملايين من الناس دي كده حاجه حلوه لا طبعا انتوا بتفكروا ازاي انا اقسم بالله يا جماعه انا لو اقدر احط صورهم وفيديوهاتهم هنا كنت عملت بس انا عمال اقول حرام هم عارفين نفسهم لو الفيديو ده اتفرجوا عليه هم عارفين نفسهم عارفين هم بيعملوا ايه عارفين هم ازاي عقلهم ده مش موجود الترند باث روم باد ووردز ليه في الباث روم ليه في الحمام ما تخلوه في الريسبشن في البلكونه عشان الناس اللي ماشيه في الشارع تسمع يفتكروا الناس بتشتمهم فيردوا عليهم فيحصل خناقه هقول لكم ايه حسبي الله ونعم الوكيل فكروا يا جماعه في الترند قبل ما تعملوه احنا مش بنقلد وخلاص ما يبقاش همك المشاهدات والفيوز واللايكات واللي مش عارف ايه والله ما ليها
لازمه ودول ولادنا. يا جماعه حافظوا على اولادنا، احنا المفروض نعلمهم الصح مش نعلمهم الغلط. هو الترند ده جايب مشاهدات كتير ولايكات كتير؟ يعني هنطلع ترند؟ زين وكندا، يا زين يا كندا هنطلع ترند يا اولاد. وبس يا جماعه، دي كانت بلوه جديده النهارده، بلوه عجيبه غريبه مريبه. يعني انا مش هسكت، بعد كده هطلع اقول لكم كل البلاوي كل البلاوي، مش هستسلم. وما تنسوش طبعا يا جماعه اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب. وبس كده، باي باي، حسبنا الله ونعم الوكيل.